بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي كمان شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وده مع وجود أتربة عالقة بالجو على كافة الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بك، وطمنينا عن حالة الطقس، خصوصا أن احنا فعلا بقالنا كذا يوم بنتابع ارتفاع درجات الحرارة، ومش عارفة إذا كان هو ده المعدل الطبيعي في ارتفاع درجات الحرارة في الوقت ده من السنة ولا لأ، وكمان الأتربة العالقة في الجو هتكمل معانا لحد إمتى؟ بالفعل يمكن احنا اليوم مستمرين في ارتفاع درجات الحرارة، وبلغنا ذروة ارتفاع اليوم، لان متوقع اليوم العظمى على القاهرة الكبرى تكون 30 درجة مئوية فترة النهار، فاليوم وغدا هيكون ذروة الارتفاعات، اعلى درجات حرارة هنسجلها في موجة ارتفاع درجات الحرارة، بالاضافة كمان ان احنا اعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 6 ل 8 درجات، فالاجواء خلال فتره النهار هنحس بيها اجواء حاره على اغلب مناطق الجمهوريه، خاصه بسبب وجود المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا اللي بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار بشكل كبير، وجود الكتل الهوائيه المؤثره علينا من صحراء شبه الجزيره العربيه مرتفعه في درجات حرارتها، فده هيخلينا نحس اكثر بارتفاع درجات الحراره فتره النهار على اغلب مناطق الجمهوريه. يمكن كمان العظمى فترة النهار على محافظات جنوب الصعيد توصل 34 درجة مئوية فترة النهار، لكن فترات الليل أول ما أشعة الشمس بتغيب تبدأ درجات الحرارة تنخفض تدريجيا، بتكون ملحوظ الانخفاض فيها فترة الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، وهيكون فرق بين فترة النهار وفترة الليل هيوصل ل 15 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال فترات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، بالإضافة كمان إن طبعا في شبورة مائية بتتكون فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي لانخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية، يمكن هي إلى الآن موجودة على بعض الطرق، لكن إن شاء الله مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس سطوع أشعة الشمس تبدأ الشبورة المائية في التلاشي وتبدأ الرؤية تتحسن، لكن اليوم متوقع يكون في أتربة عالقة خلال فترة النهار هتأدي لانخفاض الرؤية الأفقية خلال فترات النهار أيضا، فمهم جدا خلال الفترة دي لازم تكون القيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر وخلال كمان فترات النهار، لأن كمان متوقع غدا يكون معانا نشاط رياح ممكن مثير لبعض الرمال والأتربة خاصة في الأماكن المكشوفة، وهيأدي لانخفاض في الرؤية الأفقية، فمهم جدا اليوم وغدا مرضى الحساسية الصدرية مرضى الجيوب الأنفية لو احنا هنخرج لازم نرتدي الكمامات لان في أتربة عالقة اليوم وغدا، مهم جدا تكون القيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر، لازم ما ننخدعش بارتفاع درجات الحرارة وما نخففش الملابس لان الأجواء الشتوية هتعود مرة أخرى، إن شاء الله متوقع بيكون في انخفاض في درجات الحرارة من يوم الجمعة ويكون انخفاض طفيف وتدريجي، لكن مع السبت والحد هيكون في مزيد من الانخفاض وخاصة فترات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. بشكرك منايا، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 30 والصغرى 14، العاصمة الإدارية 30-14، اسكندرية 29-15، العلمين الجديدة 28-14، مطروح 26-13، دمياط 28-15، بورسعيد 26-14، إسماعيلية 30-13. لو رحنا لسويس العظمى فيها 30 والصغرى 14، العريش 30-14، كاترين 21-6، طابة 28-15، حلايب 26-16، شلاتين 28-15، شرم الشيخ 30-16، الغردقة 28-14، الفيوم العظمى فيها 30 والصغرى 11، بني سويف 30-11، الوادي الجديد 32-13، أسيوط 31-10، سوهاج 31-10، قنا 32-13،
الأقصر 32-14، وأخيرا أسوان العظمى فيها 33 والصغرى 15. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. وناخد بالنا أن في أتربة عالقة ذروتها النهاردة وبكرة، الناس اللي عندهم جيوب أنفية أو مرضى الحساسية يرتدوا الكمامة، وناخد بالنا أو ما ننخدعش بدرجات الحرارة العالية بالنهار، لأنه بعد كده أو يعني من أول يوم الجمعة اللي جاي درجات الحرارة هتبتدي تنخفض مرة تانية، ونحافظ على هدومنا لبس تقيل لسه الشتاء مخلص. نرجع مرة تانية لشاذلي ومنا نكمل معاهم باقي فقرات. شكرا لك.